السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ إزازتين علاج يا جماعة، الإزازتين دول إن شاء الله هيظبطوا معانا الفراخ بشكل كبير، هيعلوا معانا الأوزان وهيعلوا معانا كمان مناعة الفرخ، يعني هيخلوا الفراخ إن شاء الله حتى لو في فيروسات في الجو أو في أمراض في الجو، وخصوصا اليومين اللي احنا فيهم دول لأن الجو مش كويس، هيخلوا الفراخ عندنا تستحمل الأمراض اللي موجودة في الجو. إيه هما الإزازتين دول؟ تعالوا بقى معانا كده نشوف إيه هما الإزازتين دول وهنشتغل بيهم إزاي إن شاء الله. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يا جماعة مفيش حد فينا بيشتغل في الفراخ وعاوز يضيع مجهوده وعاوز ان هو يربي الفراخ وفي الاخر ما يلاقيش اوزان او ان الفراخ عندك تنفق او تموت او الكلام ده. احنا عاوزين الفراخ بتاعتنا نخلصها بدري بدري، يعني على 30-40 يوم بالكتير نكون طلعنا الفراخ وتكون شايلة معانا اوزان عالية. احنا بنقول على 35 ان شاء الله الفراخ بتاعتنا هتشيل معانا 3 كيلو ونص ل 4 كيلو من 35 يوم ل 40 يوم. عشان نوصل للاوزان العالية ده يا جماعة لازم نهتم بالكتكوت بتاعنا، نشوف الكتكوت محتاج مننا ايه وبنعمله. اذا كانت الفرشه مش تمام بنظبطها، اذا كانت التهويات عندك مش تمام بظبط التهويات، بهتم بالدفع في العمر الصغير اهتمام كويس تمام، ولما الفراخ عندي بتكبر ببدا واحده واحده بقلل الدفع بتاعها تدريجي زي ما اتعلمنا في الفيديوهات السابقه ان شاء الله. طيب كمان لازم الواحد يكون فاهم ايه الحاجه اللي ممكن يعملها ان هي تظبط معاه الفرخين اللي عنده ومش هتكلفه، يعني الواحد يكون عنده ذكاء شوية في التعامل مع الفراخ، مش شرط ان انا بس بحط العلف وبحط المية والكلام ده يبقى انا كده الفراخ عندي هتبقى زي الفل والدنيا عندي تمام، لا، لازم الواحد يهتم بالفرخين بتوعه يحط لهم الحاجات اللي تخلي الفراخ تمشي معاه تمام ان شاء الله. الازازتين اللي قدامكم دول يا جماعة، ادي الازازة دي اسمها الف دال ثلاثة اهي مجموعة فيتامينات، والازازة التانية اللي قدامكم دي مجموعة املاح معدنية. الاملاح المعدنية والفيتامينات اسعارها رخيصة جدا، يعني يمكن هي اقل الحاجات اللي موجودة عند البيطري من حيث الاسعار، يعني اسعارها رخيصة ولكن فوائدها عالية بشكل كبير قوي. المفروض ان احنا الفراخ بتاعتنا اول ما بتدخل ان شاء الله وزي ما شوفنا في الفيديوهات السابقة بنستقبل الفراخ اول يوم على محلول، وبعد كده اربع ايام متواصل بنحط العلاج بتاعنا اللي هو الاستقبال ايا كان البيطري عامله لك ازاي تمام. طيب بعد كده لازم اتعود ان انا اسس الفراخ بتاعتي وهي لسه صغيرة من عمر اسبوع. الاسبوع الاولاني لازم اسس الفراخ بتاعتي تاسيس كويس ان انا احط لها الاملاح او الكالسيوم ومجموعه الفيتامينات ديت، على اساس ان الفراخ عندي ترمي معايا اعلى اوزان والفراخ تظبط معايا وتلاقي الفراخ كمان صحتها حلوه حيويتها حلوه، عظم الفرخ يبقى جامد يشيل الفرخ والكلام ده. يبقى انا ان شاء الله عمر 7 ايام ان شاء الله هنشتغل بالاملاح المعدنيه والفيتامينات. على عمر 7 ايام بجيب ازازه الاملاح المعدنيه اللي قدامنا دي وهحط طول النهار لمدة 12 ساعة 2 سنتي على لتر واحد بس، 2 سنتي من الأملاح المعدنية على لتر واحد بس، ده طول النهار يا جماعة إن شاء الله لحد بالليل. طيب هنيجي بالليل إن شاء الله هنحط الألف دال ثلاثة أهي الفيتامينات 2 سنتي على اللتر برضو، ده طول الليل لمدة كام يوم بقى؟ هنشتغل الأملاح المعدنية بالنهار والفيتامينات بالليل لمدة 3 أيام متواصل، يعني اليوم السابع والثامن والتاسع. يبقى أنا كده بأسس الفراخ بتاعتي إن لو حصل أي حاجة إن شاء الله مستقبلا، الجو حتى كتم معايا شوية، الدنيا عندي مش تمام، الفرشة ما عادتش مظبطة، الكلام ده كله الفراخ ما تكسحش مني، ما تتبهدلش مني، الفراخ تبقى صلبة نفسها وقادرة إنها تقف على رجليها لأنك أنت مأسسها في العمر الصغير تأسيس كويس. طب إيه هي الفوائد اللي هتعود عليا لو أنا استخدمت الفيتامينات والكالسيوم زي ما أنا بقول كده إن شاء الله؟ اول حاجه يا جماعه بالنسبه للاملاح المعدنيه او الكالسيوم، احنا بنحط الاملاح المعدنيه دي عشان الفراخ، اول حاجه لو عندك فراخ بلدي او فراخ ساسو ممكن الفراخ دي تاكل في بعضها وتنتش في بعض، معروف ان الفراخ البلدي بتاكل في بعضها بسبب نقص الكالسيوم، فلما انت تحط الكالسيوم ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده نهائي، يبقى مش هيحصل عندك مشكله كبيره جدا اسمها افتراس، دي بتعمل معايا نافق وبتخسرني فراخ كتير تمام. دي حاجه. الحاجة التانية لو أنا بربي فراخ بلدي للبيض مستقبلا إن شاء الله، يبقى الفراخ دي هتبقى متأسسة تأسيس كويس، أول ما الفراخ البلدي تيجي معايا على عمر 4 شهور ونص إن شاء الله هتلاقي الفراخ بتاعتك باضت على طول. الحاجة التالتة، أنت لو بتربي فراخ بيضة تسمين أو فراخ ساسو تسمين، يعني أنا مش محتاج بيض ولا الكلام ده، طيب الفراخ دي لما بتكبر إحنا عاوزينها تشيل معانا أعلى أوزان تمام. طب إزاي هتشيل أعلى أوزان وهي رجليها مش شايلها؟ رجل الفرخ هي العصب اللي لازم تحمل عليه الاوزان العاليه دي، فلذلك انت لما بتدي الاملاح المعدنيه والكالسيوم
بتزود كثافة العظم وتخلي رجلين الفراخ تبقى جامدة، وبتلاقي رجلين الفراخ تخنت وحلوت معاك كده بحيث ان هي تشيل اي وزن، الفرخ يوصل معاك لتلاتة واربعة وخمسة كيلو زي ما انت عاوز. ما يحصلش بقى الحاجة اللي احنا بنخاف منها اللي هي الكساح، ان الفراخ لما تكبر تلاقيها فتحت رجلها وما بقتش قادرة تدوس على رجلها والكلام ده، تمام؟ طيب بالنسبة للالف دال تلاتة ايه مجموعة الفيتامينات؟ مجموعة الفيتامينات دي يا جماعة تعتبر هي فاتح شهية اصلا بشكل طبيعي، بتخلي الفراخ تسحب معاك في العلف، دي حاجة. الحاجة التانية كمان والمهمة جدا، ان انا مش بس عاوز الفرخ بتاعي ياكل، انا عاوز ان الفرخ بتاعي ياكل ويحول. طيب مجموعة الفيتامينات دي بتخلي الفراخ تستفاد اقصى استفادة من العلف اللي بتاكله، يعني المكونات الغذائية اللي داخلة في العلف الفرخ بيقدر ان هو يمتصها كويس فيحول معاك بدري، فتخلي الفرخ ياكل معاك 3 كيلو يرمي معاك 2 كيلو وربع. احنا بنقول الفرخ المتوسط بتاعه 3 كيلو ونص عشان يرمي معاك ال 2 وربع. لو بتحط مجموعة الفيتامينات هتوفر معاك كتير في العلف، لان الفيتامينات لو ماشي دايما عليها باستمرار ان شاء الله بشكل دوري زي ما هنمشي في الدورة بتاعتنا، هتخلي الفراخ تستفاد اقصى استفادة من شوية العلف اللي بتحطه، فهترمي معاك وزن بدر ان شاء الله، تمام كده. الحاجة التانية كمان ان هي بتعلي معانا مناعة الطير. الجو الوقت فيه امراض كتير جدا، الجو مش كويس، فيه هواء، فيه لخبطة، الكلام ده هي بتعلي معانا مناعة الطير. فلما بحط الفيتامينات بشكل دوري كل 10 ايام لمدة 3 4 ايام مثلا، الفراخ بتاعتي حيويتها بتبقى كويس، مناعتها كويس، فلو حصل اي مشاكل في الجو، في امراض منتشرة، في الكلام ده كله، الفراخ عندك هتلاقيها بسم الله ما شاء الله ما عندهاش اي مشاكل تماما، قادرة انها تستحمل لخبطة الجو. لا ده كمان قادرة تستحمل لخبطتك انت كمربي، انت كمربي ووسط الدنيا كتمت بزيادة على الفراخ، فتحت بزيادة، الفراخ خدت منك برد، الكلام ده كله، لا هتلاقي الفراخ قادرة ان هي تمشي معاك وتستحمل المشاكل اللي انت بتعملها، انت قلت لسه بتتعلم ازاي تربي الفراخ، تمام كده. يبقى الالف دال كفيتامينات والكالسيوم او الاملاح المعدنية مهمين جدا، كل 10 ايام نشتغل بيهم ان شاء الله. بالنسبة للفراخ اللي عندنا عمر دلوقتي 8-9 ايام، احنا بنحط من اليوم السابع لليوم التاسع املاح معدنية بالنهار وفيتامينات بالليل ان شاء الله، عشان الفراخ تفضل ماشية معانا تمام. طيب الاملاح المعدنية والفيتامينات دي بيطري، طيب لو احنا ما جنبناش بيطري وجنبنا اي صيدلية بشر عادية ينفع نجيب؟ في يا جماعة في الصيدلات البشري مجموعات فيتامينات اللي هي بتاخدها الاطفال دي موجودة، فتقدر ان انت تجيبها بديل للالف دال تلاتة البيطري. وبرضو في حاجات اسمها ديكال مثلا، ديكال ده بيبقى مجموعة املاح معدنية والكلام ده موجود برضو في صيدلية البشري، ممكن تجيب املاح معدنية وهتشتغل بالنهار وهتشتغل بالليل زي البيطري بالظبط، لكن مهما كان مش هيبقى بنفس فعاليات البيطري، البيطري اعلى بكتير. يعني لو قدامك البيطري وقدامك البشري هات البيطري وما تجيبش البشري، لكن لو في ناس ما عندهاش اصلا بيطري مش موجود جنبه صيدليه بيطري فيجيبها من البشري عادي جدا، هنجيب املاح معدنيه بشري نشتغل بها طول النهار وفيتامينات نشتغل بها بالليل ان شاء الله، تلاقي الفراخ بتاعتنا ماشيه معانا تمام جدا، صحه الفراخ حلوه، الفراخ فايقه، بتجري، بتلعب، بتتحرك، بتنشط معاك الفرخ وتخلي الفرخ يسحب معاك في العلف بشكل كويس، وكمان يحول العلف اللي بيسحبه ده ان شاء الله، هتلاقي الدنيا عندنا تمام باذن الله. كده خلصنا الفيديو بتاعنا ده، فيديو سريع كده، اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.